السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم ما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. في فيديو عملته من فترة مش بعيدة، واعتقد بسبب الفيديو ده في ناس اتواصلت معايا وكلمتني، منهم يوتيوبرز كبار وفي ناس يوتيوبرز كبار برضو، بس في ناس كبار في السن وفي ناس كبار في المقام وفي ناس كبار في عدد المشتركين كبار قوي. معظمهم اتكلموا على نفس الفيديو، وانا عارف ان معظمهم يعني كانوا بيتابعوني من قبل كده، يعني من غير ما هم ما يجاملوني او حاجة، لا في اشارات كده بتبين ان في ناس معينة بتتابعك يعني او بتتابع المحتوى بتاعك على رغم من ضئالة حجم القناة عندي. ما علينا، الموضوع ده فرحني، وفي كم حد منهم قال لي حاجات تزعلني، منها حاجات مثلا ايه، علشان الامة وكده وعشان الوقت اللي احنا عايشين فيه وظروفه. وده بياخدني ان انا اقول لكم حاجة تخص بالنقطتين، نقطة ان الناس دي يعني بتشجعني وشايفة ان اللي قلته ده يعني حجر في الماء الراكد ومهم ان يتسمع في التوقيت ده، وفي نفس الوقت هتكلم على النقطة التانية اللي هي خاصة اللي هي تزعل بقى. سريعا كده، حاليا ناس كتيرة بتخاف تتكلم او تلمس اماكن معينة من مشاكل المجتمع العربي الاسلامي، المنطقة كلها باكملها. في ناس في الوطن العربي او بعض الناس في الوطن العربي شايفين انهم مش من الوطن العربي، لا سيما عند الاطراف، من غير ذكر دول معينة. يعني في ناس شايفين ان الهوية بتاعتهم مختلفة مش كده، فيعني براحتهم. فده مخطط طبعا انجليزي سابق، وحاولت امريكا تطبقه وبتحاول تطبقه باساليب مختلفة، معرفش صرفوا نظر ولا في ناس غيرهم مسكت الراية. والدليل بتشوفوا يعني في تلاعب فجأة على الشرق، تلاعب من الجنوب، خدوا السودان بقى جنوبه يعني، وبعد كده في تلاعب مع مصر، في تلاعب مع المغرب، في تلاعب على منطقة الخليج واليمن وبتاع. يعني الإج دايما بتلاقي ايه، الأطراف هي اللي فيها ايه، سخونة وحرارة، سوريا العراق الأطراف دايما. يعني الموضوع مش صدفة، ما بتجيش تهبط كده من السماء. عندك ليبيا مثلا، انها برضو تعتبر طرف شمالي وتعتبر اقل شوية يعني مقاومة من دولة زي مصر او الجزائر، فليبيا هي الضعيفة شوية، هي اللي يمكن. وده على فكرة ملوش دعوة بالربيع العربي ولا الثورة، ده الموضوع جالهم مصلحة عشان يركبوا على الجيم اللي هم بتوع المخططات الاجنبية. فمهم قوي ان احنا نوعي الناس بابعاد الحدوته دي، والعنصريه والنعرات والحاجات دي والتقسيمات والتخطيطات وكل الكلام ده. النقطه الثانيه اللي تزعل، او هي دي النقطه اللي تزعل، بس همتد فيها واقول لك ايه. يعني لو رئيس الصين دلوقتي يعتبر كبير في السن، وممكن يا عشان مرضه وكبر سنه يعزل او يتشال او يموت ويجي حد مكانه. الحد المكانه ده لو اعلن يا جماعة الصين دولة شيوعية بس خلاص هتبقى دولة مسلمة، فيقول لك والله المسلمين والعرب علاقتنا بيهم كويسة واكتر مبيعات لينا بتاع الشعب نفسه، هيقول كده الشعب الصيني هيبقى شايف ان دي تجربة جميلة جدا ورائدة وفي الطريق الصحيح ونبقى مسلمين. ده عندنا حتى ايجور مسلمين كانوا بيضطهدوا في ايام العصر البائد ودلوقتي هنحررهم وبتاع، وتبقى الصين مسلمة وترفع راية الاسلام. بينما بقى المسلمين اللي هم العرب بقى والهنود والباكستان والحاجات دي اللي هم مش عارفين ينصروا القضايا المسلمة وهكذا، هيبقوا في اخر الصف، الراية هتتسلم لناس تانية. فاهم يا مان يعني ايه الراية تتسلم لحد تاني؟ ممكن تلاقي الولايات المتحدة الامريكية الانتخابات يجي بايدن ينسحب وينزل مكان واحد، ينزل وزارة ترامب يكسب، ترامب يحصل حاجة تجي له سكتة قلبية يموت بعد سنة ولا اتنين، يعملوا انتخابات مبكرة، يجي واحد نفاجئ ان هو، ولا ترامب نفسه ما يموتش ويكمل فترته بس بعد سنة، يقول لك يا جماعة شوفوا مع ان هو يعني واقف جنب الكيان وضد المسلمين ومش عارف ايه، فجأة يقول لك يا جماعة الاسلام ده دين كويس وانا قريته وشايف ان
ان انا اعتنقت الاسلام وبتاع، فهتلاقي الامريكان اللي هو المفروض امريكان وحريه وحاجات من دي، الامريكان معظمهم هيبقوا مسلمين لما ترامب يبقى مسلم ويقول لك الاسلام ده دين كويس وبتاع، ويكلم الناس على سماحه الاسلام وان الدول الاسلاميه، حتى وان كان بيتظاهر ولا حتى لو كان عشان البيزنس او مواءمات سياسيه، بس مجرد يقول لك انا مسلم وبتاع، ده خطوه طبعا هتخلي ناس كتيره في البلد الامريكانه يبقوا مسلمين، وساعتها الرايه برضو هتتسلم وتبقى امريكا مش بس البلطجي بتاع العالم، لا كمان بالاسلام، وهتبقى رقم واحد للمسلمين. ممكن تصرفاتهم بقى ايه تختلف، ويبقى المجرمين البلطجي بتوع العالم هم مثلا مين؟ العرب بقى وايران والناس الحلوه دي اللي وتركيا طبعا، هم دول اللي في ديل الطابور. فتخيل انت السيناريو ده لما انت خدت فرص كتيره وفي الاخر لم تستعمل، لم يستعملك الله في الحق لانك ما كنتش اهل الحق، واستبدلك بقوم اخر يحبهم ويحبوه، ساعتها هتقول بقى ايه؟ اما كنت بقول لك اتجوز منهم بقى، من روسيا مثلا ولا من امريكا ولا من الصين، لما روسيا مثلا بوتين يمشي او بوتين نفسه يقول لك انا بقيت مسلم ويا جماعه وبتاع، هتلاقي روس كتير بقى مسلمين، يقول لك عادي ما احنا عندنا مسلمين في روسيا وبنحب المسلمين، ودول المسلمين كلهم بيحبونا وبيدرسوا عندنا من زمان، بيحبونا اكتر من امريكا على فكره، ده احنا عندنا مسلمين اكتر من امريكا، وساعتها روسيا هتبقى مسلمه عادي جدا وبسهوله وتستبدل برضو ايها المواطن العربي اللي فاكر نفسك ما حصلتش. فاما تلاقي بؤر العالم يدخلون في دين الله الافواجة، في دين الله افواجة، وهم دول الاتقياء المحترمين، وانت واقف تتفرج وعمال ترجع في الطابور لحد ما بقيت اخر جلبية في الطابور، في طابور الجلاليب، هتعمل ايه يا مان في الموقف ده؟ احساس وسخ، بس استعد له لانه قابل للحدوث في اي وقت. فيقول لك ايه ده، معقوله راس الشيطان والصين وامريكا هيبقوا مسلمين وروسيا وبريطانيا، بس تفاجئ بالتحول، يا جماعه ده الشعب ده مليان ملحدين بقوا مسلمين كده يعني، وانت اللي بقيت بقى اعر القفه. فالحق نفسك لان دي عامله زي الموت، حاجات دي عامله زي الموت، الموت الكلينيكي او الموت اللي مش عارف ايه، ان هو فجاه توقف قلب النبض او النبض في قلب الأمة العربية كداعية للإسلام ونبض في حتة تانية، خلاص انت مت كده. فساعتها هتجري اكتر ما انت بتجري دلوقتي عشان تروح لأمريكا، وعلشان تروح لروسيا وللصين، عشان دي بؤر الإسلام، المنارات بتاعت الإسلام اللي مليانة مسلمين وهم اللي بيدافعوا عن القضايا الإسلامية. ضد مين؟ ضدك انت. تخيل، تخيل انت هتبقى ساعتها عدو القضية الإسلامية، يقول لك انتوا بتنكلوا بالمسلمين عندكم، انتوا ما بتسمحوش بتاع ده، ويقعدوا هياخدوا الدول العربيه والامه العربيه، يعني ما تفتكرش انك بريء تقول لا الحكام هم اللي عاملين فينا كده، لا لا تعالى تعالى، ما انت برضو في حد بيجبرك انك تكتب كومنت على الناس الدعاه والاتقياء تهاجمهم في دينهم وتقول لهم سيبوا الناس تعيش، سيبوا الناس تفجر، بتحرموا البيره، بتحرموا الزنا، جاتكم القرف. انا شايف الكومنتات دي بعيني، وناس كتير ومش ذباب الكتروني، ده ناس طبيعيه واكونتاتها بقالها سنين. ف اللي ضروا الامه منكم، منكم من يدري ومنكم لم يدري. الحاجه اللي تفرح الحمد لله ان في ناس واخده بالها، وناس من اليوتيوبرز الكبار نحسبهم على خير، عندهم استعداد يشتغلوا على المشروع ده، على وعي الامه، على التناصح، على تقديم محتوى يحتوي بجد الأمة، ما يسخرش منها ويقلل منها ويكسر في مقادفها ويخرم مراكبها زي ما بتعملوا. دريت أو لم تدري بس عملت، وممكن مش عندي، عند ناس تانية كتير. فالمشهد اللي حكيت لك عليه ده خليه في دماغك كده لمدة أسبوع، تخيله وشوف قرارك بعدها هيبقى ايه، هتغير في تصرفاتك ايه. لو مغيرتش حاجة اعرف ان نبض ضميرك مات قبل ما تيجي الموت الحقيقي. لكن لو قررت ولقيت نفسك محتاج تغير حاجات وبدأت تغير في حاجات، اعرف انك لسه عايش. خلص كلامي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم، أمان.